هذا الرجل راه كما قلت لكم راه ما خلى ما دار البنت. قلت لكم راه مع 6 ديال العشيه البنت ديتها للطبيب، راه مور العصر اختصف البنت جات عندي. كما جات عندي البنت جات كتبكي، دخلت مع الباب للطواليط غسلات خرجت من الطواليط هزه المناضه ديال هذاك ديال درهم ديال الميكا. قلت لها ماركي؟ قالت لي امي راه اش دار لي سعيده اش دار لي؟ علاش عطاك درهم؟ قالت لك راه قلت لي عطا درهم لانوار. قالت لك لا، علاش عطاك درهم؟ قالت لك قال لي هاكي درهم وما تقوليها لشي واحد، الا قلتيها دبري راسك. المهم بنتي راه دابا ضاعت، بنتي راه ما كتنعس وما كتقراش، البنت راه حيوان. هذاك الراجل راه جاري، راه عنده 73 عام، عنده 73 عام عيبه، طلع على 8 سنين اللي عندها، ها هي مازال صغيره. دابا ما كتنعس ما كتشوف نعاس، ولا جودانات ولا لي جندرم ديال الخميسيه تعميره جراو عليا بالليل، جا طلقوا المجرم بالليل مع 12 ديال الليل طلقوه، مع 12 ديال الليل طلقوه، وانا جريت عندهم بالليل، جريت عندهم فاش قلتها لهم خرج لا جودان لا فسكم حد هنا. قال لي سيري، قال لواحد مول بكم بحدايا سميتو بوعزه، قال لي اجي اجي دي هاد عليا ينعس في دارو، ما ذاك مول بكم سميتو بوعزه، وقال لي اجي دي هاد عليا ينعس في دارو ما ينعسش هنا، خليها تغوت. اجي قال لي اجي ادخلي هنا للبيرو هضري ما تشوهيناش في الزنقه. قلت لي هنا غنبقى يصوروك عباد الله، ما كون كانوا عباد الله مع 12 ديال الليل ديك الليله نهار الاثنين بالليل راه الناس غايشوهو كل شيء غايشوهوهم، ولكني ما كاين حتى واحد معايا، كاين الله سبحانه. المهم كنطلب منهم يوقفوا معايا يوقفوا معايا، راه ضاعت بنتي، بنتي راه شدها الجمل ماشي بنادم، راجل كبير ماشي بنادم، راه راجل كبير اللي شدها اللي عنده 23 عام عباد الله. والناس وقفوا معايا كنطلب منهم يقسوا يكونوا معايا حتى هما يهضروا، اللي شافني في هذا الشيء يوقف معايا، اللي شاف هذا الشيء يهضر على ولادو، راه هذا الشيء اللي كيطرى في الدنيا كامله سميتو. هما الخميسه يتعميره شتو كايتباها؟ ما فيهم لي جندرم، ما فيهم لي جندرم ديالهم لا روب لا لي جودان لا لي جندرم لا حتى واحد، راه حتى واحد ما عنده القيمه. راه كنطلب من الحسن محمد السادس وكنطلب من الوزاره، كنطلب من اي واحد يوقفوا معايا، والناس اللي شافوني يوقفوا معايا، يوقفوا يهضروا على هذا الجمل. هذا الجمل هذا ماشي بنادم عباد الله، ليش بنت 8 سنين هو 73 عام عباد الله، هو راه راجل كبير وعنده اولاد، ولادو عباد الله. فاش هضرت معاه لي جندرم جراو عليا، القاضي ديال سميتو ديال اكادير جرا عليا وطلقوا الكلب وطلقوه، راه كنطلب من حسن محمد السادس والوزاره والثمانيه توقفوا معايا. اي وحده ما تبغيش بنتها يطرى لي هذا الشيء، اي واحد ما غاديش، واخا هذيك البنت هضرت قبيله عليها ماشي تهضرت حيت سمحوا فيها والديها، سمحوا للكلب ما كنت تبعوه ديك الساعه ما غاديش يعاودها.